بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. لقاء جديد مع بطوله الدوري المصري النهارده، لقاءات الاسبوع ال 36، اخر ثلاث اسابيع او ثلاث جولات في بطوله الدوري. النهارده لقاءات مهمه جدا في البطوله. النهارده ممكن لقاءات تحدد بطل الدوري او تعرفنا مين ممكن يكون بطل الدوري لو الزمالك كسب المقاولين والاهلي تعثر مع بتروجيت، او يتاجل تحديد بطل الدوري ويقل الفارق ما بين الاهلي والزمالك لو الاهلي كسب بتروجيت والمقاولين قدر يعرقل نادي الزمالك. النهارده لقاءات مهمه جدا، الزمالك عنده لقاء مع المقاولين، الاهلي مسافر السويس وعنده لقاء مع بتروجيت في استاد السويس الجديد، وسموحه عنده لقاء مع الرجاء، واللقاء ده يعتبر الفرصه الاخيره لنادي الرجاء. الرجاء لازم يكسب الثلاث ماتشات المتبقيه ويتعثر الداخليه، يتعثر النادي المصري عشان يقدر الرجاء يكون ليه دور او موجود في الدوري الممتاز، والامور دي صعبه جدا، لكن اكيد بيلعبوا طبعا نادي الرجاء بقياده الكابتن محمد عمر على اخر امل. نادي سموحه بيحاول يحسن مركزه في الدوري، نفس القصه بالنسبه لبتروجيت والمقاولين بيحاولوا يحسنوا مراكزهم في الدوري وعايزين يطمنوا بنسبه 100% على بقائهم، ان المقاولين عرب عنده 49 نقطه وبتروجيت 48 نقطه. لقاءات مهمه جدا، ان شاء الله نستمتع بيوم مميز مع الاستوديو التحليلي لقناه النهار الرياضه، وبرضو نعرفكم لقاءات بكرة وبعده، لسه بكرة في تكملة الأسبوع 36، ويوم الخميس تكملة لقاءات الأسبوع 36. الداخلية مع الإسماعيلي بكرة، لقاء مهم جدا 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 للداخلية اللي عايز يبعد عن شبح الهبوط، وزي ما قلنا عنده ماتشين بعد الإسماعيلي مع دمنهور والأسيوطي، فمباراة بكرة تعتبر بالنسبة للداخلية مباراة أقعد في الدوري، يعني مباراة ممكن تحدد هل هيقعد في الدوري ولا لا. لو كسب الإسماعيلي بكرة الداخلية بنسبة يعني 80-90% هيكون مكمل في الدوري الممتاز الموسم القادم. الإسماعيلي بيحاول يحسن مركزه، بيلعب على المركز الرابع والخامس. طلع الجيش في مهمة سهلة بكرة أمام الأسيوطي وحصد الثلاث نقاط، وطلع الجيش عن 49 نقطة، يعني لو كسب هيبقى 52 نقطة ويخش في المركز الخامس. يوم الخميس الجونة وإمبي، الجونة لا بديل أمامه غير الفوز على نادي إمبي. إمبي عايز يعني ينافس على المركز الثاني في مطاردة بينه وبين النادي الأهلي، مصر المقاصة والشرطة. مصر المقاصة منفرد بالمركز الرابع، اتحاد الشرطة عنده مشكلة برضه من الفرق المهددة بالهبوط، عايز يعمل نتيجة إيجابية بكرة كابتن خالد القماش. المصري وادي دجلة، فرصة المصري صعبة جدا، 43 نقطة، المركز ال 15، مهمة صعبة جدا للنادي المصري ونتائج سلبية في الفترة الأخيرة وضغط قوي وعنيف من جماهير بورسعيد، طبعا خايفين على النادي المصري. وادي دجلة مع الكابتن حمادة صدقي برضه بقاله الفترة النتائج مفيش فوز، فعايز يعمل نتيجة إيجابية مع المصري عشان برضه بيفكر في المركز الخامس. حرس الحدود والاتحاد، الحرس اطمن خلاص لبقائه في الدوري، 49 نقطة. الاتحاد السكندري 45 نقطة، لسه في موقف خطورة، فبكرة ديربي اسكندراني على استاد برج العرب الملعب الرئيسي. النصر ودمنهور يعني مباراة لتحسين مركز نادي النصر. اللقاءات كلها مهمة زي ما انتم شايفين، كل اللقاءات يعني ليها أهمية. ممكن لقاء النصر ودمنهور يعني شوية خلاص الفرقتين تأكد هبوطهم إلى القسم الثاني. في البداية برحب بالكابتن علاء ميهوب نجم مصر ونجم النادي الأهلي، والكابتن وليد صلاح الدين. ازيك كابتن علاء؟ كريم، ازيك كريم؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله. كابتن وليد صلاح الدين نجم مصر ونجم النادي الأهلي، ازيك كابتن وليد؟ ازيك كابتن كريم؟ أخبار حضرتك الحمد إيه؟ الحمد لله كله كله تمام؟ كله الأمور تمام. ماشية جميلة كده في رمضان، سادس يوم النهاردة. الحمد لله. في حاجة كابتن علاء؟ يعني ست أيام في رمضان، إيه الأخبار؟ لا فل الحمد لله. الدنيا ماشية تمام. تمام. كابتن وليد. الحمد لله. الحمد لله. تمام. يومك إزاي في رمضان قول لي؟ الحمد لله رمضان يعني السنة دي كمان الخير كتير قوي الحمد لله. النهار طويلة. لا بس الحمد لله والشكر لله، ربنا منزل رحمات يعني، والخير كتير قوي. عجبني قوي اعلانات النجوم للخير، النجوم لما بتعمل اعلانات للخير بتشجع الباقيين هم يعملوا. النوايا، النوايا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعلمها، لكن النجوم عايزه الناس تعمل زيها. فاي نجم بيطلع زي كده، كابتن الخطيب طبعا او النجوم او كابتن حسن شحاته او كابتن احمد حسن او كل النجوم، او اللي حضرتك عملته في قافله الخير في النهار، اي نجم بيعمل عمل خيري هو عايز يقول للناس اعملوا زيي. فما شاء الله الله اكبر، يعني كل اعمال الخير بتتجمع في شهر رمضان، فيا رب ان شاء الله تكون السنه كلها كده. والنهارده قرار رائع من صندوق تحيا مصر بتوفير 21 مليون جنيه تقريبا لفك حوالي 2000 غارم وغارمه، يعني الناس في السجون
على على كلام على فاضي، على 1000 جنيه وعلى 1000 جنيه وعلى 500 جنيه غساله وقسط ثلاجه وبتاع، وبيبقى يا عيني سايب ولاده او سايب اولادها وبتخش السجن على يعني. طيب تحب تقول ايه للمشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، ان حد يقدر يعمل خير يعني، يوجه الخير لمين وازاي؟ بص، اوعى تستقل باللي انت بتدفعه، اوعى تقول حتى لو مبلغ ضعيف. بص والله لو اطفال بتطلع 5 جنيه ال 5 جنيه دي، احنا ما شاء الله الله اكبر عدينا ال 100 مليون، فانت لو في مليون متبرع ب 5 جنيه هيبقوا 5 مليون، ال 5 مليون دول شوف بص هيفرقوا مع اسر كتير قوي. وما شاء الله الله اكبر يعني افطار صائم وشنط رمضان والموضوع يعني ما شاء الله الله اكبر، يا رب ان شاء الله باذن الله كمان ما يبقاش في حد محتاج او حد جعان في الشهر الكريم. كابتن علاء، بتقضي يومك ازاي في رمضان قبل ما نبدا كده الاستوديو التحليلي عندنا وقت يعني تحليل الماتشات سريعا يعني مفيش كتير. لا لا انا عارف انت بتصحى بدري، بتروح الجيم بدري في رمضان كده بتعمل كده ولا صعب الموضوع؟ بروح الجيم قبل الفطار، قبل الفطار على طول عشان يعني ساعه ساعه ونص كده باخد يعني بتبقى ممتعه. عايز اقول لك تروح على الفطار على طول يبقى اليوم جميل. طبعا طول النهار يعني بصحى وصاله وكده، وبفضل قاعده في البيت على طول في نهار رمضان غير لما انزل الجيم او حاجه. لو في حاجه معينه طلب للاولاد ولا حاجه طبعا لازم يتقضى، لكن غير كده على طول في البيت يعني. موقفين في البيت. طيب يعني ايه الماتشات النهارده؟ شايفين الماتشات ازاي؟ والنهارده اسبوع ممكن يحسم الدوري او يقرب الزمالك من الفوز بالدوري او يخلي الاهلي يقرب من الزمالك، يعني شايف الماتشات كتوتال ازاي مقارنه كمان بالاسبوع اللي فات اللي كان يعني انا شفت فيه قلق كبير جدا من المدربين واللاعبين في صراع البقاء في الدوري. شفنا حوالي 6 ماتشات تعادلات سلبيه ودي ما حصلتش في الدوري السنه دي خالص. كنت لسه هتكلم عليها يا كريم، لكن سمه القلق اللي في جهاز الاجهزه الفنيه واصله للعيبه فواضح في الملعب، مش حد عايز يغلب غير اللي هو بيلعب وما عندوش ضغوطات، فتحس ان هو بيلعب يعني مخصص مش عارف وادي دجله بيلعب بيحاول يلعبوا كوره، لكن باقي الفرقه يا كريم والمشكله ان هي كتير جدا، انت يعني لحد 45 في تهديد عليه، فبيلعب وهو قلقان، قلقان يخسر، قلقان لو تعادل وبعدين بيخش في حساب الفرقه الثانيه. يعني اول امبارح 3 تعادلات كنا هنتجنن في الاستوديو هنا، مفيش يوم بدون اهداف، يوم ما صايم ما جاش اساسا صح. لكن النهارده لا، النهارده اليوم بشكله كده بطريقه كلامك حتى انت على حته التخرب لدرع الدوري او يبعد شويه، لا النهارده انا متاكد ان يبقى مباراه قويه جدا، خصوصا مقاولين مع زمالك قال مع بتروجيت، لا اسامي كبيره قوي يعني، انت ان شاء الله هتقعد مطمن ان في هتتفرج على كره حلوه حلو. واهداف هتلاقي الاهداف لان مفيش احسن طيب من كده. الماتشات اللي هي كل 48 ساعه او 3 ايام 72 ساعه ما تاثرش على حاله اللاعبين وادائهم في الملعب؟ لا فيها اجهاد طبعا يعني كريم. ممكن تخلي الشكل مش حلو، الاداء مش قوي زي الماتشات اللي قبل اصل كده. الموضوع مش الموضوع انك ضغط بدني، ضغط كمان عصبي واجهاد جامد جدا، عارف انت ممكن ضغط بدني ماشي، لكن انت كمان انت مضغوط، لا انت مضغوط دي مقلقه جامد جدا. لكن هي طبعا فيها ضغط جامد، فيها ريسك، لا فيها ضغط على اللعيبه فعلا وعلى اجهزه وعلى كل المنظومه كلها، لكن اللعيب الذكي هو اللي يقدر يعني يريح نفسه. اللعيب ما بقولش المدرب، اللعيب الذكي يقدر يريح نفسه حتى في المباراه. انت ممكن تبقى انت لعيب ذكي جدا ما تجدش نفسك دي على اللزوم، ايوه بتتفرج مش عارف بتجري فين وامتى وازاي كريم. يعني في كور كتير قوي تحس اللعيب بيجري انت عارف بدون لازمه، مش لازمه كوره ميته خلاص. لكن كمان المشكله كان يبقى في الفرق اللي هي عندها ارتباطات افريقيه دي برضو فيها اجهاد اكتر عليهم. يعني الاسبوع الجاي الاهلي والزمالك وسموحه، الاهلي عند الترجي والزمالك عند الصفاقسي والترجي عنده المغرب التطواني، ماتشات صعبه جدا يعني بتمنى لهم ان شاء الله من الوقت يا رب ان شاء الله ربنا يوفقهم. لكن بقول لك فيها ضغط، فيها ضغط جامد. طيب على فكره كابتن كريم، لو احنا لعيبتنا اتعودوا على اداء مباراه كل 3 ايام ده في مصلحتهم هم. خد بالك احنا كلنا كنا لعيبه كره وعارفين مفيش لعيب بيحب التمرين، انت بره في الدوري الاسباني او الدوري الانجليزي مفيش لعيب بيتمرن وبيطلع من المباراه على المباراه مفيش ما بيلحقش المدرب، يا اما طايره يا اما في الجاكوزي يا اما في التدليك في الساونا كله استشفاء. فبالتالي لو لعيبتنا قدرت تعمل الموضوع ده بالعكس ده فايده ليها، لان كل اوروبا بتعمل كده وكل افريقيا بتعمل كده. اللعيب مش هيبقى عايز حمل تدريب، التدريب بالنسبه للعيب حاجه مش مرغوب فيها خالص يعني بالعكس يحب الماتشات، يحب الماتشات يحب يلعب. فاتمنى بس التدريب بقى بالنسبه للعيبه اللي ما بتلعبش او ما بتشاركش بشكل اساسي ده مهم جدا. ما هو بص كل نادي بيبقى ليه او كل مدير فني بيبقى ليه نظامه، في مدير فني يعمل مباراه تاني يوم المباراه للعيبه اللي ما بتلعبش صح. وفي مدير فني يعمل تدريبه قويه جدا ليله المباراه. يعني انت واخد مثلا 18 لاعب، بقيه القايمه ال 25 بيتمرنوا الصبح تمرينه جامده جدا، فكده يبقى كأنهم هم خدوا المباراه، الحمل بتاع المباراه. طيب في 3 هينزلوا
وفي أربعة مش هيلمسوا الكوره، والتلاتة اللي هينزلوا في احتمال حد ينزل منهم 10 دقايق ربع ساعه، يبقى انت عندك 5 لعيبه هنا بيتقرص عليهم جامد تاني يوم. يبقى كل الفريق ال 25 قدوا حمل تقيل. طيب شايف ماتشات النهارده ازاي؟ يعني قول، انا قلت كلمه كده في الاستوديو التحليلي وفي البرنامج اليومي امبارح، قلت جمهور الاهلي الناس بتقابلني في الشارع واكيد طبعا بيكلموك كابتن وليد وبيكلموا كابتن علاء، يقول لك يا يعني احنا لو كنا كسبنا الجونه والزمالك متعادل مع بتروجيت كان الفرق بقى 7 نقط وضغطنا على الزمالك، وجمهور الزمالك يقول لك يا لو احنا عارفين ان الاهلي اتعادل مع الجونه والزمالك كان كسب بتروجيت كان الدوري خلص. ايوه صح. يعني شايف القصه ازاي في الصراع المنافسه بين الاهلي والزمالك، والزمالك طبعا متقدم طبعاً بفرق 9 نقاط. اه طبعا يعني نادي الزمالك هو الاقرب طبعا، لكن هي فكره التأخير على قد ما تقدر، هي فكرة ان انت تبقى ضاغط على نادي الزمالك وعلى اعصاب لعيبة نادي الزمالك، خصوصا مع الانباء عن تغيير جهاز فني او كده، هي دي الفكرة. لكن حتى لو نادي الزمالك كان تعادل والاهلي كسب وفرق 7 نقاط مش قليلين في ظل هو فاضل 5 ماتشات ولا حاجة، لا عدد قليل للماتشات، يعني كان الأول بيبقى فرق 7 نقاط في دور كامل. أي. لكن مسألة إن النادي الأهلي يحصل نادي الزمالك هي طبعا فيها صعوبة وصعوبة شديدة، لكن أنت كل ما تبقى ضاغط على نادي الزمالك أحسن ما يتمش إعلان بطل الدوري بدري. دي مش حلوة للأندية كلها، حلوة لنادي الزمالك طبعا، فبالتالي جماهير نادي الزمالك تتمنى ان الاهلي يتعثر وفي نفس الوقت هم يكسبوا عشان يحسموا الدوري بدري. عايزين يروحوا لمباراه الاهلي بدون احتياج ليها، تفرق مباراه الاهلي والزمالك تحديدا لو في احتياج لاحد الفريقين هتبقى برضو مباراه صعبه على الفريقين. أي. نفس الوقت جماهير النادي الاهلي مش عايزه جماهير نادي الزمالك تحتفل بدري، هي عايزه تاخر بقدر الامكان، فحلوه اللعبه دي، لكن انا بشوف ان المفرمه اكتر تحت تحت. يعني انا الجدول بالنسبه لي اتقسم 2 خلاص. كل اللي عنده 49 بونت ده خلاص بيلعب وهو مريح. من وجهه نظري يعني 49 و50 و51 كل اللي فوق ده كوم، ومن اول بتروجيت 48 بونت للي تحت لا ده كوم تاني. كله قلقان، يعني المصري بورسعيد يعني الله يكون مولعه، اسكندريه نفس الوضع، لو حصل حاجه بكره هيبقى مشكله كبيره. نفس الوضع بالنسبه للجونه برضو، وفي اخبار الداخليه واتحاد الشرطه، والداخليه واتحاد الشرطه، فكل الفرق الجونة في اخبار على ايه؟ يعني في اخبار بقى بتتناصر ان لو الفرقه ما قدرتش تكمل وحصل هبوط هيبقى في تجميد للنشاط وهيبقى في الغاء يعني سامعين بقى كلام من كل حته. انت دلوقتي ده وقت الضرب في كل حته. فبالتالي الله يكون في عون الفرق اللي بتصارع على انها تهرب من الهبوط. طيب هنطلع فاصل سريع ونرجع نشوف تشكيل بتروجيت النهارده وتشكيل الاهلي، وبقول بتروجيت الاول انه بتروجيت النهارده هو صاحب الملعب في مواجهه صعبه مع النادي الاهلي، ولسه من 3 ايام بتروجيت كان بتلعب مع الزمالك على نفس الملعب، والاهلي كان بيلعب مع الجونه في القاهره، والزمالك هيلعب النهارده مع المقاولين، فطبعا ضغط كبير بدني ونفسي وعصبي على اللاعبين. هنشوف النهارده ان شاء الله ماتشات ممتعه، بعد الفاصل نشوف تشكيل بتروجيت وتشكيل النادي الاهلي.